السلام عليكم، انتم مباشره من محلات اواني شعيب. ومن جديد كنطلع معكم وكندير معكم اللايف هذه المره من المحل ديالنا اللي كاين في القريعه، باش نوريكم الجديد والعروض اللي فريمون سبيسيال عند محلات اواني شعيب. وهذه المره كنعاود نذكر وكنقول من المحل ديالنا اللي كاين في القريعه، باش نقول لكم بروموسيون اللي غتكون عندنا هذا الويكاند هذا، باش نوريكم السلعه اللي فريمون سبيسيال. ودائما تحت شعار اللي مشرى يتنزه ليا مع راساتو. الشعار ديالنا هو اللي مشرى يتنزه. غادي نوريكم لي زارتيكل. دائما كنذكر وكنعاود الناس اللي كانوا كيجيو عندنا للقريعه شحال هادي، راه حلينا فتحنا المحل ديال القريعه، كنا شحال هادي كتوقفوا في هاد لي سباس وكنمدي لكم السلعه. هاد المره غادي توليو تقدروا وتدخلوا المحل وتبرعوا ليا مع راساتكم وتهزوا لي زارتيكل وتختاروا وتقلبوا كيف بغيتو، لان المحل درنا ليه توسعه اكثر ما كيف كان في الاول. اول حاجه غادي نبداو بها، عطيوني البلاطو، عطيني عفاك هذا. اول حاجه غادي نبداو بها هاد العيبه، تنقول اشني هي هذه بورد، اشني هي التويشيه ديالها، اش نسميوها؟ عطيني شي سميه، عطيني شي سميه نقولوها لها مثلا. غادي نسميوها البلاطو العجيب مثلا، ولا بلاطو سكينه. سكينه واخيرا واخيرا قدرنا نجيبو لكم اليوم، والثمن ديالو فريمون سبيسيال، لان هذا بزاف الناس كانوا خداوها بشتيليه بحال هكا باش نبينو مزيان. عاد باش نقولوا اشنو كيتقدر يدار فيه هاد اللعيبه. بزاف الناس شراوها ب 3000 ريال، كاين اللي شراها ب 120 درهم، كاين اللي تشطر عليها وخداها ب 110 درهم، كاين اللي خداها ب 200 درهم. هي نورمالمون فيها المرايه من الفوق ودايره هنايا بهاد اللعيبات اللي كتبان بحال الفضه. صراحه فينيا وفريمون فينيا مزيان، لا فينيسيون ديالها زوينه. الثمن مفاجئ جدا الاخت سكينه، هو 1400 ريال، كنت غنغلط. الثمن ديالها 70 درهم، الثمن ديال هذه 60 درهم. حاجه وحده اللي خصنا نقولوا الزبناء ديالنا، 70 درهم، قلت عاوتاني قلت 60 درهم، غلطت. الثمن ديالها 70 درهم، الثمن ديال هذه 1400 ريال. الحاجه الوحيده اللي خصنا ناكدوا للكليان ان العدد محدود، يعني من غيتكمل من غيكمل لو ستوك اللي كاين هنا ما غتبقاش. يعني هذه الا تقادات من دابا للويكاند، اللي غادي يجي ورا الويكاند ما غيلقاهاش وما غنقدروش نعاودو نجيبوها ليه. ديسبونيبل في المدينه، ديسبونيبل في البرنوصي، ديسبونيبل في القريعه، وابتداء من السبت ان شاء الله غادا تكون ديسبونيبل في المحمديه. نعاودو نوريوها ليهم باش نقولوا ليهم 1400 ريال، 60 درهم، 70 درهم. لا لا، انا 60 درهم، 60 درهم غتخلق لي المشاكل، غتخلق لي، حيت كنبيعوا لي زارتيكل بزاف. كلشي سمع 70 درهم ب 60 درهم، لهذا كنغلط وكنقول 60 درهم. الثمن ديال هذه 1400 ريال، بصحتكم وراحتكم. زيدي وريني الجديد، الجديد وريني. نبداو بهذه، هذه راه مازال ديسبونيبل. والتم هذه ديال التاج، كاينه ديال التاج وكاينه ديال فيرزاتشي، الثمن ديالها 1200 ريال، 60 درهم، حتى هي زوينه ديال السيرفيات. او هذه حصريا كاينه عند اواني سكينه، مرحبا اواني سكينه. اواني فراسك واحد المره درت روشيرش في فيسبوك ونلقى ونلقى اواني شعيب القريعه، فهمتي زعما راه حيت نورمالمون لاباج فيسبوك فيها اواني شعيب البرنوزي. واعر هذه حاجه وحده اللي خصنا نقولوا للزبناء، ان العدد محدود فيها بزاف. يعني هذه غالبا غتقاد غدا. الثمن ديالها شحال؟ تعيطي على سفيان تاكدي في الثمن. سفيان، الثمن ديال بورت غاتو الملكيه 100 درهم، حط 99 درهم باش تجي زوينه. الثمن ديال هذه 99 درهم. شوف هذه باينه غادي تقاد غدا اصلا، فيهاش اصلا دو بيس. يعني العدد محدود فيها بزاف. بلاطو رويال خطير جدا هذا البلاطو رويال، اي واحد بغى يسكريني، لانه اغلبيه ما كنبريزونطيوش في المحل ياك. هذا البلاطو ديال رويال ديال الفضه، كاليتي زوينه، الثمن ديالو مناسب، راه تزاد في الثمن
ولا كيدير دابا 250 درهم، حنا مازال دايرين ليه 170 درهم 3400. مي باش نكونوا صريحين مع الزبناء، اي واحد خلى فيه الماء راه يكحل ليه، باش ما نكذبوش عليكم، حنا دائما مع الصراحه تنقولوا للكليان ديالنا الحقيقه. هاد البلاطو هذا عندنا في الدار حنا شخصيا، بقى لينا مزيان بالحق حتى نتوما عندكم بالحق. الوالده ملي كتسالي منه كتشد واحد الشيفونه كتمسحو وكترجعو في ليزار ديالو وكتخبيه، لانه كيصدي بالماء وكيصدي حتى بالميديتي، يعني حتى شي واحد يعني حتى شي واحد الا شداتو وعلقاتو في الكوزينه وخلات الميديتي كحال ليه. حنا دائما تنقولوا الصراحه ما غنكذبوش عليكم، وفي الاخر بالعكس كنقول لكم الحقيقه باش تردوا البال. ولكن حاجه واحده اللي غنقول لكم، راه بلاطو واعر خطير جدا، الذهبي ديالو 170 درهم، واللي ما فيهش الذهبي كيدير 150 درهم. حاجه واحده لا، اللي ما فيهش الذهبي 160 درهم، 160 150 حاجه واحده. راه فيه الدوزيام ديالو، الدوزيام ديالو اللي كيقدر مثلا يقدر يصدي لك ويكحل لك بلا ما تقيسوا الماء، بلا ميديتي بلا والو. هذا الا ما خليتيش معلق في الميديتي، الا ما مسحتيش عاد باش كيقدر يكحل لك، اما لا احتفظتي عليه راه كيبقى مزيان. جبنا لكم هذا البلاطو، هذا تا هو ديال الزاج، فيه ثمن فريمون سبيسيال، تا هو الكبير ديالو 150 درهم، والصغير ديالو اللي هو هذا 120 درهم. مازال غنقول لكم لي زارتيكل ديال السلعه كاملين. حاجه واحده اللي مطلوبه منكم، بغيناكم، بغينا الناس كاملين اللي كيشوفوا اللايف كيف ديما تبتوا لينا التواجد ديالكم معنا في اللايف، بغينا نعرفوا شكون هو اكثر حي متواجد معنا. ركزوا معايا، اكثر حي او اكثر مدينه متواجده معنا بقوه في لي كومونتير. بغينا كلشي يكتب لينا فين كيسكن في التعاليق، لانه دائما كتكون المحمديه حاضره بقوه، سباته حاضره بقوه، الدروه حاضره بقوه، عين الشق حاضره بقوه. من جديد كتبوا لينا في التعاليق منين كتشوفوا هذا اللايف، وبقوا معنا دائما تحت شعار اللي مشرى يتنزه، تنزلوا لي مع المعينات. مازال غنوريكم الجديد، مازال غنوريكم السلعه اللي عندنا، مازال غنقول لكم الاثمنه ديال كل حاجه تحت شعار اللي مشرى يتنزه، وراه عندنا اثمنه مناسبه. حنا الهدف ديالنا اشنو هو؟ الهدف ديالنا هو نجيب لكم سلعه زوينه، سلعه ديال البريستيج، السلعه ديال النخوه، لما عندي التبوكيصه، لما عندي الحطه، لما عندي تحمرت العين، لما عندي تحمرت الطابله، وبثمن مناسب. هادشي باش تقدر تجمعو ماشي ساهل، ولكن دائما تنقول لكم راه كنديروا مجهود كبير بزاف باش كنقدروا نحققوا هادشي. هاد البلاطو هذا اللي كتشوفوا نتوما دابا غنحاول نبارطاجي معكم شويه ديال الكواليس. هاد البلاطو هذا ما بقاش في السوق ياك، ومن بعد مجهود كبير اللي المجهود كبير اللي دارته حتى سكينه، لان هي الاولى اللي كانت ورطنا هاد لو بلاطو هذا. ومن بعد انا شخصيا تفاوضت مع المون هاد البلاطو هذا، تفاوض اللي تقريبا دام واحد المده ديال 3 ايام، عاد باش قدرنا نخرجوا بقرار باش اننا ناخذوا هاد لو بلاطو ونبيعوا لكم بهاد الثمن ديال 70 درهم. هاد البلاطو ما كاينش، وحصريا ركزوا معايا مزيان على حصريا، هاد البلاطو حصريا عند محلات اواني شعيب. هاد الساعه حصريا، ساعه واحده اخرى يقدر يبان في محلات اخرين، ولكن ما غاديش يبان بهاد الثمن ديال 70 درهم، لان السلعه كلها كتزاد في الثمن. نحاول نقرا شويه ديال التعاليق ونكمل معكم السلعه. معنا حسنه من بن سليمان، معنا دعاء من كازا، معنا سوسو من سباته، معنا ناديه من تيزنيت، معنا خديجه من حلم ولي رشيد، معنا سماره من بن يخلف، معنا فاطمه من سيدي مومن، معنا رشيده من اناسي، كوثر عائشه من المعارف، كاتي من الولفه، فاتي من سباته. ما تنساوش، بغينا كلشي يثبت لينا التواجد ديالو بالتعاليق ديالكم. وقبل ما نوريكم السلعه اللي عندنا اللي كتشوفوا نتوما دابا، غادي نخرج ونوريكم المحل فين كاين، لانه دائما كنقول كل مره كاينين الناس جداد اللي كيقدروا يشوفوا اللايف من جديد. غنوريكم المحل ديالنا هو هذا، متواجد
الزنقة 29 سكريني وهادي الزنقة 29 سيدي معروف الرابع. هذا هو المحل، المحل ديالنا هو هذا اللي مقابل مع واحد القهوة معروفة سميتها قهوة لو بولفار، هي هذه القهوة. وهاد القهوة التواجد ديالها كاين في شارع بشعيب التكالي في القريعة. ركزوا معايا مزيان وغادي نعت لكم بالضبط التواجد ديال المحل اللي غادي تقدروا توصلوا ليه بكل سهولة. كل شيء كيعرف أن القريعة تبارك الله معروفة على الصعيد الوطني، ما كاينش اللي ما كيعرفش القريعة. هاد القريعة اللي كتشوفوا هنا كيجيو ليها الناس من جميع المدن المغربية، من الصحراء، من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من كاع المدن ديال المغرب كيجيو للقريعة باش يتقداو ترونسبور كيوصل ليها من جميع انحاء المملكة المغربية. هنا كاين الرومبوا، هاد الرومبوا هادي سميتها الرومبوا ديال دوليدول، لان كاين واحد اللوغو تما فيه دوليدول. اي واحد غتقولوا ليه الرومبوا ديال دوليدول او غتقولوا ليه الرومبوا ديال مالي البونج، الرومبوا هي هادي. هاد الشارع هذا سميتو شارع بشعيب الدكالي، هو هذا. هاد الشارع بشعيب الدكالي غادي جامع السنه، جامع السنه هو هذاك. كتلقاو هنا قهوه لو بولفار، ها هو المحل. كنظن ان النعت واضح، ما غاديش تعاودوا ترددوا. ها الرومبو ديال دوليدو، الا تلفتوا هاد المحلات كاملين اللي هنا كلهم كيعرفوا المحل. او الرومبو غتسولوا شي غارديان، ما تسولوش شي واحد دايز، لا سولوا غارديان، سولوا شي سيكليس، سولوا شي محل، قولوا لي عافاك ورينا شعيب اللي كيبيع الصولد اللي ملاصق مع قهوه لو بولفار. الا كنتوا جايين بنهار غتلقاو واحد السيد هنا كيبيع المسمن، غتدخلوا معاه الزنقه هذه. كنظن ان النعت واضح جدا. غنعاودوا نرجعوا للمحل، بقاو معايا ما تزابيوش، بقاو معايا باش نكمل لكم البروموسيون اللي فريمون سبيسيال. ودائما كنجدد وكنعاود نرحب بكم وكنقول تحيه لجميع الكليان اللي كيتابعوا اللايفات ديال اواني شعيب، وخاصه وكنعتذر ولكن خاصه تحيه للمراه المغربيه اللي دائما المرأة المغربية اللي كتهلا في البيت ديالها، كتهلا في الكوزينة ديالها، كتهلا في البيت الزوجية ديالها بهاد الأواني الجميلة، بهاد الأواني الرائعة. ما غنطولش عليكم الهضرة بزاف، وغادي ندوزو دابا وغادي نقول لكم الأثمنة ديال لي زارتيكل الكامل اللي عندنا. غادي ندوزو لهاد الفراقة العجيبة واعرة حتى هي، يلاه جات جديدة، بقاو معايا باش نوريها لكم مزيان. وفيها ثمن زوين، واحد القضية زوينة شد فحال هكا باش نوريهم هاد الفراقه كيفاش كتقدر دير. هاد الفراقه كتقدر تمونطا بالطريقه هادي، كتقدر تحكم فيها كيف بغيتي، كتقدر تجمع بحال هكا، من بعد كتقدر دير لها الا بغيتي دير لها بحال هكا، الا بغيتي تشد هادي هنا وهادي هنا مثلا كتقدر تحكم فيها كيف بغيتي. والثمن ديالها ما غاديش نقول لكم 5000 ريال ولا 6000 ريال ولا 7000 ريال، لان هادشي ديال الذهبي وهادشي ديال الزاج، وهذا معروف الثمن ديالو كيكون غالي. حنا دائما مع الرخاء ودائما مع الجديد، وغنقول لكم غير 120 درهم، يعني فريمون ثمن رمزي، ثمن مشجع باش انك تقدر تجي وتشري هاد الفراقه 120 درهم. مرحبا بالناس اللي يلاه كيلتحقوا معنا في اللايف. جميله كتقول المحل واضح في التنعات، ام ياسر كتقول تبارك الله عليك هادشي زوين، شكرا. صافيه من سيدي بالنور مرحبا، ومازال راه كل ساعة كل شوية كنحاول نقرا التعاليق ديالكم. هاد البراد راه ديسبونيبل حتى في المحل ديالنا ديال القريعة، كيبقى هذا ب 1600 1800 100 درهم، والكبير ديالو 2200. الكبير ديالو كيهز 2 جيترو، هذا كيهز 2 جيترو، الثمن ديالو 100 درهم. البراد ديال تاتش الذهبي راه ديسبونيبل عندنا، وحتى هو فيه ثمن فريمون سبيسيال. الصغير ديالو 130 درهم، اللي كبر منه 140 درهم، اللي كبر منه 120 150 درهم. سفيان، الصغير ديال هذا مازال ديسبونيبل، باش ما نقولوش للناس شي حاجه اللي ما بقاش، بقى الموين والكبير. الوغ الصغير ما بقاش، مازال الموين ب 140 درهم والكبير 150 درهم. وكاين هذا ديال الزاج،
وجبد لي يدي الزاج باش نوريه ودير لي الشو اوا دائما كلشي اخويا على الشوشه راه الشوشه هي كلشي في راسك هذا البراد ديال الزاج هذا كيتحط في البوطه كيتحط في البوطه الكبير ديالو 100 درهم والموين ديالو 90 درهم ما كاينش الصغاور ديالو كاين الموين ب 90 والكبير ب 100 درهم هذا حتى هو فيه ثمن سبيسيال 80 درهم 90 درهم 100 درهم 110 الناس اللي كيسولوا على البراد ديال الدوغي ولا الفونتير يا هادشي واعر اخويا خطير عطينا اخويا الاثمنه الصغير ديالو بشحال ديالو ديال 3200 الصغير ديالو والموين ديالو ديال 4600 والكبير ديالو ديال 5000 ريال كنظن ان الصغير ديالو يمكن كاين ايغور في الثمن كاين غلط حتى نعاودو نتاكدو لان يمكن الصغير ديالو 180 درهم والموين نعاودو نتاكد 3200 شوف غنخليو الناس يستافدو من 3200 حتى لا كان شي تصحاح في الثمن حتى للسيمانه الجايه يعني خلي الناس غنخليو الناس تستافد منه ب 3200 واللي كبر منه الكبير كاع داير 5000 ريال والموين داير 4600 فوالا هنا الصغير 3200 اللي كبر منه هو هذا الكبير ديالو اللي كبر منه 4000 ريال 4600 والكبير ديالو 5000 ريال ندوزو لهاد الكيسان هادو الثمن ديالهم كيديروا تليفون الثمن ديال هادو 1200 هادو توما 1200 هادو توما 1200 هاد التويشيه الثمن ديالها 50 درهم غادي ندوزو للاثمنه غندوزو للاثمنه زيد 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 المول حيد لي الصوت المول ديال هذا على جوج 1400 هذا جوج ب 1200 القرعه كنبيعوا 4 ب 1200 ريال كاين هاد الطاجين هذا 4 ب 1000 ريال كاين هاد الطاجين هذا كنبيعوا 4 ب 1000 ريال واللي بغى ديال البديع ديالو كنبيعوه بالسيبورا 1200 ريال ترموسات وهذا كنبيعو 4 ب 1000 ريال شوف عاد ندير واحد اللعيبه زوين هذا 4 ب 1000 ريال ياك غنديرو 4 ب 1000 ريال وغياخد واحد فابور اوكي 4 ب 1000 ريال ونعطيو واحد غراتوي للناس اللي غادي ياخذوا 4 في هذا الوغ المربع في هذا 4 ب 1000 ريال واحد فابور غراتوي بصحه وراحه شت معني بحال هكا كاين هاد الطاجين ب 90 درهم كاين هاد الطاجين هذا كيدير 1200 ريال كاين هاد الغراف وكاين هذا البواطه كنبيعو 3 ب 40 درهم كاين هاد عاده نجبدو طن 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 كاين اخويا دخل دخل لان فريمون السلعه زوينه كاين هذا ب 1000 ريال فيها 12 وهادو ب 1000 ريال وكاينين هادو دوزيام ديالهم ب 600 ريال كنظن دوزيام ديالهم حتى هما زوينين صراحه زعما اللي بغى 12 هادو 600 ريال غير هما الدوزيام ديالهم كيبغي تكيس عليهم شويه هادشي اللي كاين عطيني التليفون ديالك عفاكم عندي واحد الطلب دائما كنذكر وكنعاود نقول راه الدعم ديالكم المحلات اواني شعيب هو لو بارطاج هو البارطاج هو الدعم ديالكم لينا لهذا كنطلب من الناس كاملين اللي كيشوفوا اللايف دابا الناس كاملين اللي كيتبعوا اللايف دابا بغيناكم كاملين دخلوا كيف كتشوفوا اللايف دابا غتلقاو واحد بارطاجي لتحت بغينا كلشي كليكي على بارطاجي اللي بغي وبارطاجيو عندكم في الفيسبوك هنا بالطريقه غتخرج لكم بيبليه غتكليكيو عليها او الا درتو بارطاجي هذا دعم اكثر هو انكم تكليكيو على بارطاجي ومن بعد غادي يخرج لكم هنا بارطاجي دون لو جروب هنا وغتكليكيو على الجروبات اللي غيخرجوا لكم بالطريقه غتكونوا بارطاجيتو لينا اللايف في الجروبات اللي عندكم يلا كل شيء واللي عنده بالعربيه غتخرج لي هنا مشاركه وغيبارطاجي بغينا كل شيء كل شيء في هذه اللحظات هذه هاك عافاكم غنعطيو واحد دقيقه من الوقت بغينا كل شيء بارطاجي ونرجعوا نكملوا اللايف كل شيء كليكي على بارطاجي اللي كاين لتحت بارطاج او
بارطاجيو عندكم في الفيسبوك، بارطاجيو عندكم في الجروبات، وغادي نكملوا معكم الأتمينة اللي عندنا. او زوين هادشي جميل. واخا بلاتي نخليو الناس يبارطاجيو ونعاونو نوريهم داكشي. شكرا بزاف. هاد اللحظات العديد المئات ديال الناس كتبارطاجي اللايف ديال محلات اواني شعيب، المئات ديال الناس في هاد اللحظات كتدعم اللايف وكتدعم محلات اواني شعيب. شكرا بزاف على الدعم ديالكم لينا، شكرا بزاف على الحب، شكرا بزاف على الوفاء، لانه بكم انتما من بعد الله سبحانه وتعالى باش كنقدروا حنا نستمروا ونديروا واحد المجهود كبير باش نجيبوا لكم سلعه زوينه زائد الاثمنه مناسبه. بزاف ديال القلوب كيطلعوا في هذه اللحظات في اللايف، شكرا لكم. دابا 532 واحد كيشوف اللايف، بغينا نوصلوا لكثر من 1000 واحد كيشوف اللايف. يلا كلشي بقى يشوف هنا، بغينا عطيني تليفون باش نوريو للناس باش يبقاو معنا. 530 واحد كيشوف اللايف، بغينا نوصلوا ل1000. يلا كلشي بقى معايا باش نوصلوا هاد 530 تولي 1000. يلا انا مازال غنوريكم باش ما نخليوش اللايف يكون ممل، غنوريكم الاثمنه وبقاو معنا باش نوصلوا ل1000. شكرا. هاد الكيسان هادو زوينين، كنبيعوا هادو ديال ديال اركو بارك. هاد الكيسان هادو كنبيعوا 6 ديال الكيسان. دابا الصيف جا والحباب جايين من اوروبا والعائلات كيتبادلوا، كنحتاجوا عصير، كنحتاجوا الماء، كنحتاجوا بزاف د اللعيبات في الطابله. غنبيعوا لكم هاد الكاس هذا زوين، كاليتي مزيانه، مع 6 ديال الكيسان، والثمن ديالو كيدير غير 1200 ريال. غادي نعاود نرجع وغادي نهضروا على لا توندونس ديال اللايف اليوم، هو هاد لو بلاطو ديال المرايا اللي بزاف الناس الثمن ديالو ما غنقولش لكم 3000 ريال ولا 4000 ريال، ما غنقولش لكم 6000 ريال، ما غنقولش لكم 5000. الثمن ديالو فريمون سبيسيال، اللي هو فقط غير ب 1400. ثمن فريمون سبيسيال وزوين، دائما تحت شعار اللي مشرى يتنزه. وحاجه واحده اللي خصكم تعرفوا، انه اكثر واحد كيتابعوا الناس في لي لايف في المغرب كامل، الحمد لله كنحتلوا المرتبه الاولى في العدد ديال المشاهدات في لي لايف اللي عندنا، وهذا الشيء بالفضل ديالكم انتوما، بالفضل ديال الوفاء ديالكم انتوما. الحمد لله اواني شعيب كيدير لا توندونس في المغرب باكبر نسبه مشاهده في لي لايف اللي كنديروا، وهذا دعم كبير بالنسبه لنا. فهاد اللحظات تجاوزنا الرقم 500، اكثر من 620 واحد كيشوف اللايف، 624، العدد كيطلع بواحد الطريقه خياليه. شكرا. قريبا غادي نوصلوا اللايف، وقريبا غادي نوصلوا ل1000، وغادي نحتفلوا بها كاملين، اكثر من 1000 واحد كيشوف اللايف في هذه اللحظات. او 700 سكينه، تعالوا 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 تعالوا، غادي اللايف دابا شويه غادي يوصل ل1000 واحد كيشوف اللايف. وبهذا عرفتي اللايف كيطلع بواحد الطريقه خياليه، والناس كاملين كيبارطاجيو اللايف في هذه اللحظات. اقسم بالله العلي العظيم، بالنسبه لي انا شعيب، والله العظيم الى لحظات مؤثره جدا، اكثر من 700 كيشوف اللايف. بغينا كاملين نشوفوا 1000، بغينا كاملين في هذه اللحظات هذه نشوفوا 1000. ما بغينا حتى شي واحد يخرج من اللايف دابا، بغينا نعم ديما كتابعيني. شكرا شكرا رب، شكرا، ربي يخليك، الله يحفظك ليا، شكرا، ربي يخليك. في هذه اللحظات بغينا كنا نشوفوا 1000 واحد كيشوف اللايف. كلشي يكتب في لي كومونتير شحال وصلنا. المدينه القديمه حتى هي غيكون حتى هي في هذا لو بلاطو. هو مدي معنا شخصيا من المدينه. المهم هذا لو بلاطو هذا اللي كتشوفوا نتوما دابا 1400، غادي نحاول نوريكم لي زارتيكل اللي عندنا باش كنا نوصلوا ل1000. دائما كنعاود نذكر البلاطو 70 درهم. بغينا كلشي يكتبوا عاود هبط اللايف عاوتاني، دوماج كان قبيله 700 دابا عاود هبط. بغينا كلشي بارطاج بارطاج في الجروبات الاخوان،
البارتاج ديالكم هو اللي غادي يقدر يوصلنا لألف. يلا كلشي بارطاجي اللايف، كلشي بارطاجي اللايف باش نكملوا معكم السلعه اللي عندنا. وبهذه القضيه راه بغينا نقول لكم ان محلات اواني شعيب، اللايف ديال اواني شعيب كيحتل الرقم واحد في المغرب في لا طوندونس ديال اكبر نسبه مشاهدات ديال لي لايف اللي كنديروا، وهذا الشيء مفرح جدا. ودائما كنقولوا كنعاود نقولها من بعد الله سبحانه وتعالى، الفضل كيرجع لكم انتوما بالحب ديالكم بالبارطاج ديالكم. شكرا بزاف على الوفاء ديالكم. وبهذه المناسبه بغيت نقول لكم انه نهار 23 في هذا الشهر هذا كاين انيفيرسير ديالي، بغيت كلشي يكتب لي جوايز انيفيرسير فيكم. لا نخليو حتى نهار 23، نهار 23 غادي ندير لايف باش نقرا في لي كومونتير جوايز انيفيرسير شعيب. زهرة كتقول تحيه لسفيان، تحيه اسمك بلاتي الا حيد لي الصوت. نو دابا يطلع بلغ لي اسلامي سكينه مرحبا. اخوان غنوريهم كيفاش يبارطاجيو في هاد اللحظات. 697 واحد كيشوف اللايف، بارطاج من هنا، بارطاج بارطاج. سير اخويا بارطاجي لي في الجروب حتى انت، عاون سير 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 سير. او زيد زيد زيد، بغينا كلشي بارطاجي اللايف. يلا 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 يلا، شكرا بزاف. شكرا شكرا. صافي زيد نوريهم بالطريقه، حتى نخليك تكمل. غادي نزيدو بارطاج من هنا، ها هي بارطاجي، غتكليكيو عليها. وشكرا. نكملوا معاهم السلعه اللي عندنا، نكملوا معاهم لي زارتيكل، وفي نفس الوقت غادي نتسناو 1000 متابع يوصل. ما وصلتش اليوم ما كرهناش توصل اليوم، ما وصلتش نتسناو فرصه واحده اخرى. المهم هاد اللعيبه ديال السيرفيات الثمن ديالها كدير 1200 ريال. غنعاود نذكر الناس اللي كيشوفوا اللايف دابا، انتم مباشره من محلات اواني شعيب، ودابا كنديروا معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في القريعه. المحل ديالنا اللي كاين في القريعه هنا كاين شارع بشعيب الدكالي، هنا كاين الروبو ديال مالي البونج، وهنا كاين جامع السنه، ومقابله معنا قهوه لو بولفار. سولوا على هذه القهوه، هذه حنا في الدار ديالها. وعندنا المحل ديالنا في مدينه المحمديه، نفس هاد السلعه اللي كتشوفوا، نفس هاد الصول اللي كتشوفوا، نفس هاد الاثمنه اللي كتشوفوا في المحمديه. حنا مقابلين مع تيلي بوتيك عيشه، يعني اي واحد بغى يجي عندنا المحل ديالنا في المحمديه غتسولو، غتاخدي طاكسي صغير غتقولي لي عافاك تيلي بوتيك عيشه، او غتقولي ليه مسجد مالي جامع مالي راه قريب المحل ديالنا. ملي توصلوا حدا جامع مالي او المسرح الكبير اللي كاين تما، المسرح البلدي او جامع مالي، سولوا على تيلي بوتيك عيشه. المحل ديالنا اونفاس معاه، اونفاس مع تيلي بوتيك عيشه. بالنسبه للمحل ديالنا اللي كاين في المحمديه في البرنوصي، غتسولوا على التيرمينيز ديال التراموي، التيرمينيز ديال التراموي اللي كاين في البرنوصي 710. اللي كيشوفوا اللايف دابا، دابا شويه غادي نوصلوا ل 1000. كلشي البارطاج كلشي البارطاج. المهم نكملوا على المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي، السوق النموذجي اللي كاين في البرنوصي. السوق النموذجي اللي كاين في البرنوصي كاين واحد النقاشات تما متكين على الحيط ديال ثانويه مختار السوسي. هذوك النقاشات اللي متكين على المدرسه غتقولوا لهم اواني شعيب، غتقول لك دوري على اليسار غتلقى المحل ديالنا. المحل ديالنا مقابل مع الباب اللوراني ديال ثانويه بن شهيد. بالنسبه للمحل ديالنا اللي كاين في المدينه القديمه، كاين واحد المارشي ديال باب مراكش، عنده باب اونفاس مع البوست ديال البوليس، وعنده باب اونفاس مع البحيره. الباب اللي اونفاس مع البحيره حدا واحد الباب صغيور لاصق فيه ساكن، نتوما سولوا غير على الباب الصغير اللي حدا طواليط حاجاكم. هذيك طواليط اللي كاينه تما راه كاينه طواليط، كاين الباب، حنا اونفاس مع الباب. بالنسبه للمحل ديالنا ديال المدينه القديمه، ما تعمروش بها راسكم بزاف، حاولوا تقداو فيه غير بروفيزوار، لاننا ان شاء الله كنحاولوا نديروا كل ما في جهدنا باش اننا ننتقلوا من ديك البلاصه باش نمشيو لبلاصه واحده اخرى اللي تكون عندكم سهوله اكثر باش انكم تجيو للمحل عندنا في المدينه القديمه. تحيه نزل اكادير، بغينا كل شيء في لي كومونتير يكتب لينا منين كيشوف اللايف. نعيمه من اكادير، ناديه من مديونه،
زيد 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 بشرة من المحمدية ووائل من المحمدية. تهلا في الناس اخويا شعيب. خويا سيمو والله العظيم الا كنديروا كل ما بجهدنا، اولا كنحاولوا نجيبوا سلعه نقيه وزوينه وكاليتي مزيانه. اي بياسه كيخرج لنا فيها المشكل مثلا، حيت كنقدروا راه تبارك الله كنخدموا بالالاف ديال لي زارتيكل، اي ارتيكل كيريكلاميه لينا واحد ما كنبقاوش نجيبوه، وكنقولوا للناس اننا ها علاش ما بقيناش كنجيبوا. اي حاجه كيقدر يكون فيها المشكل ولكن هي زوينه ومطلوبه عند الناس كنوصيهم علينا. مثلا هذا البلاطو، هذا بلاطو زوين كيف كتشوفوا نتوما، بلاطو رويال نقي كاليتي ديالو في الماتيغ ديالو، ولكن المشكل ديال هذا البلاطو هذا الا قاسوا الماء، الا ما تمسحش مزيان من الماء، ماشي الا قاسوا الماء، الا ما تمسحش مزيان من الماء ولا قاسوا الميديتي كيقدر يصدي. حنا عندنا في الدار، الدار كيسالوا منه كيمسحوا كيرجعوا لبلاصتو، دائما كنعطيو للناس الحقيقه وكنوصيهم باش انهم من يديو الحاجه كنقولوا هذه راه مزيانه مزيانه، هذه راه خصها الاحتفاظ خصها الاحتفاظ. حاجه وحده اللي كنوعدوا الناس بها هو انه كنحاولوا نجيبوا لكم كاليتي مزيانه والثمن يكون مناسب. هادشي اللي كاين. نبيله من فرنسا كلشي واعر بالنسبه للمحمديه، جامع مالي قريب من الجوطيه مقابل مع تيليبوتيك عيجه. شكرا نبيله من فرنسا، شكرا على الدعم ديالكم، ودائما كنعاود نجدد وكنقول مرحبا بالجاليه المغربيه اللي كاينه خارج ارض الوطن على الدعم ديالها لينا في التعاليق، وكنعاود نجدد الشكر ديالنا للعاهل المغربي الملك محمد السادس على المبادره الزوينه اللي دار باش انه قدر يعطي الاوامر ديالو باش ينقص من الليبيي ديال الطياره، باش زعم عدد كبير ديال الجاليه المغربيه باش انها تجي تشوف الاحباب ديالها، ولم شمل ما بين العائلات اللي خارج ارض الوطن مع الوطن ديالهم. شكرا للملك محمد السادس على المبادره محمد السادس، ومرحبا بالجاليه المغربيه داخل ارض الوطن، مرحبا بكم عند محلات اواني شعيب في المدينه، في القريعه، في البرنوصي وفي المحمديه. واحد السيده كتبات لي اللايف كيتوقف، عافاكم كتبوا لي في التعاليق واش اللايف كيتوقف او المشكل من عندها. دائما كنذكر هذا البلاطو هذا اللي قرب يسالي العدد محدود، هذا كتحط فيه الكاطو كيتحطوا فيه بزاف العيبات، والثمن ديالو 1400. هذه الفراقه الواعره الزوينه سبيسيال 2400. الكيسان الثمن ديالهم 1200 ريال. البراد 1600 1800 100 درهم 2200. البلاطو اللي كيصلح بلاطو كتقدر تسقي فيه، كتقدر دير فيه بزاف اللعيبات وفيه بزاف الالوان، الثمن ديالو 1200 ريال. ها هو الابيض ديالو حتى هو واعر. جاو هاد الطبيصلات، هاد الطبيصلات هادو، هاد الطبيصلات هادو اول معلومه خصنا نقولوا انهم ديال اسبانيا، واخا كاين داك البروبليم السياسي ما بين المغرب واسبانيا، ولكن هاد الطبسي زوين صراحه، ولكن كتبقى السلعه بوحدها. ولكن المغرب كان خطير وكان زوين بزاف في الدبلوماسيه ديالو، في التعامل ديالو مع هاد الموقف هذا، والشعب دائما المغربي يساند الوطن ديالو في كل القضايا اللي كتعلق بالمملكه المغربيه. تحيه كبيره للدبلوماسيه المغربيه. بغينا نقولوا ان هذا التفصيل هذا كاليتي زوينه، وكيدخل الفران، هذا كيدخل الفران، وكنبيعوا لكم أربعة ب 1000 ريال، أربعة ب 1000 ريال. وزيد نكملوا فين فين فين، غادي نقولوا هاد اللعيبه اللي فيها 24 بياسه، 24 بياسه الثمن ديالها غير 1400 ريال. كاينه هذه، كاينه هاد اللعيبه حتى هي، حتى هي زوينه فيها 24 بياسه الثمن ديالها 1200 ريال. الترموسات كاين عندنا هذا الشكل هذا الثمن ديالو 100 درهم، وكاين هذا حتى هو الثمن ديالو 100 درهم، كاين هذا حتى هو الثمن ديالو 100 درهم، وكاين هذا
حيت فيه جوج تلوان، فيه الابيض ديالو وفيه الكحل ديالو، حتى هو الثمن ديالو 100 درهم. الدراب ديال لينوكس الثمن ديالو 2600 بالبانيو وديال البلاستيك 100 درهم. الطحانه ديال العطريه دائما وابدا الثمن ديالها 1200 ريال. البورت غاتو الثمن ديالها 1200 ريال. كاين هاد اللعيبه، كاين هاد الفراقه ديال الكريستال الثمن ديالها 1600. خويا شعيب الفراقه في الكساريه الدرب سلطان دير ليها 130 درهم. يمكن كتهضري على الفراقه ديال 70 درهم، ما عرفتش علاش كتهضري، ولكن دائما ولكن كنقولوا كل واحد الله يستر ليه. انا دائما كنديروا اثمنه مناسبه، ولكن راه ما كنبغيو نحرموا رزق حتى شي واحد. الا كان السيد في القيصريه قريب لك والثمن ديال الفراقه ب 2600، فبكل صراحه زعما كنشجعك انك تاخذيها من عنده، لانه كنبغيو نشجعوا كاع جميع اصحاب المحلات التجاريه يبيعوا شري. غير هما 2600 شويه قاصحه، شويه غاليه. كنتمنى من هاد السيد ينقص ليها في الثمن ديالها باش يشجع الناس باش انهم يقدروا يشروا من عنده. صراحه بغيت زعما ندير شي مبادره تشجيع، ولكن 130 درهم فريمون بزاف بصراحه. بلاطو، واش بلاطو كاين هذا الياس؟ عطيني هاد البلاطو خويا. عفاك كاين هاد البلاطو هادو الثمن ديالو 1000 ريال. زيد كاين هذا، عطيني الكبير ديال 1400. كاين هذا حتى هو الثمن ديالو 1200 ريال، وكاين هاد الدير هذا ب 1400. الكاسرونات ديال التيتانيك ديال 3 اللي كنا كنبيعوا اللي كيديروا 2600 وكنا كنبيعوا لكم ب 1200، مع الاسف اليوم ولاو ب 70 درهم 1400 ريال، لانه فريمون درنا مجهود كبير بزاف باش نخليهم ب 60 درهم، ولكن لقينا راسنا اننا غادي نقدروا نبيعهم بالخطيه. لهذا الكاسرونه ديال التيتانيك على 3 اصبحت ب 70 درهم. راه تنقول لكم اللي كاين، هذه غتزاد في الثمن، غتزاد في الثمن الحمد لله. تزادت فيها غير 10 درهم، ماشي شي عدد كبير بزاف، ولكن دائما تنقول لكم جيو وتقداو، راه السلعه كل غادي تزاد في الثمن. كنشجعكم ديما باش انكم تجيو تقداو، لانه نهار على نهار لي زارتيكل كيتزادوا في الثمن. المقله العجيبه الثمن ديالها 4000 ريال، عندنا لاكورد اوريجينال 4000 ريال، وعندنا ديسيني ماد ان ايطالي حتى هي الثمن ديالها 4000 ريال. بالنسبه للطاجين الطاجين الفيرزاتشي الصغير 100 درهم، اللي كبر منه 2600، والكبير 3000 ريال. كاينه سلعه زوينه الليمول على 3 1200 ريال. هذا المول الثقيل الثمن ديالو 130 درهم، كاليتي واعره. الطاجين كنبيعوا 3 ب 1200 ريال. غندوزو من هنا وغادي نمشيو. هاد اللعيبه اللي مازال ديسپونيبل في القريعه 4000 ريال. المقراج اينوكس ديال الضو 1600. الهاشوار ديال بلاستيك 100 درهم، وديال الزاج 2600، وديال لينوكس ما عرفتش غتكون غير هنا. ديال هاشوار اينوكس 150 درهم 3000 ريال. كاين عندنا العصاره ديال الليمون 90 درهم لا مارك كنزي، وكاينه ديال لا ماكوم 130 درهم. دائما كنذكر وكنعاود نذكر ان الضو، اي حاجه ديال الضو ما كنديروش فيها لا غارونتي. حاجه وحده اللي كننصحوكم انكم تحتفظوا عليه، لان لا غارونتي في هادشي ديال لي بروموسيون راه ما كاينش. نفس السلعه اللي غنبيعوا لكم حنا هي اللي كاينه في المراكز التجاريه، هي اللي كاينه في المحلات، وحتى هما راه ما كيديروش، حتى هما ما عندهمش لي غارونتي. لهذا كننصحوكم الا خديتو شي ارتيكل فهادشي ديال الضو، حاولوا انكم تحتفظوا عليه وتخدموه بطريقه اللي تكون مزيانه.
بحال هاد البانيني هادي راه كاليتي واعره وجامي شي واحد رجع علينا هاد الهاشوار كاليتي زوينه وزعما الا اللي ما كيعرفش يخدم بها لان الهاشوار كطحن الربيع بالصله مطيشه ما يمكنش ديري فيها العطريه وتقولي راه ما صدقاتش لك ماشي ديال العطريه هذا 100 درهم ولي صغر منه 1800 1600 1800 100 درهم 2200 الكيسان 700 ريال كاينه سلعه زوينه صراحه رائعه جدا المقالي ديال الجرانيت كاين الصغير وكاينه الكبيره كاين هاد المقالي هادو كنبيعو اللي فيها 7 ب 1600 ريال كاينين هاد القراعي كنبيعو 4 ب 1200 المهم باش ما نطولش عليكم بزاف شكرا بزاف بغيت عطيوني عافاكم التليفون جبدوا لي اللايف باش نبغينا اكبر عدد ديال الناس هاد كاين هاد المصلوح الثمن ديالو كيدير 1800 ريال 90 درهم كاين عندنا هاد المولينكس اللي كاسها زاج والتحت فيها لينوكس كدير 180 درهم واللي بغى لك تطحن الثلج كدير 200 درهم قبل غادي نقول لكم شكرا بزاف دائما كنذكر نتوما مباشره من المحلات اواني شعيب مباشره من المحل ديالنا اللي كاين في القريعه هو هذا غتقدروا تدخلوا للمحل وتختاروا داكشي اللي بغيتوا تحت شعار اللي مشرى يتنزه ليا مع راساتو كاينه سلعه زوينه اثمنه مناسبه المحل هو هذا غيجيو عندكم غدا صحاب التنزه حيت حتى شعار سفيان اللي ما شريت تنزه الزنقه 29 سيدي معروف المحل ديالنا اونفاس مع قهوه لو بولفار هنا كاين شارع بشعيب الدكالي هنا كاين الرومبو ديال مولي البونج ديال دولي دولي معروفه على الصعيد الوطني والعالمي وهنا كاينه جامع السنه من وصلت لواحد الرومبو ديال مولي البونج غتسولوا على قهوه لو بولفار المحل ديالنا اونفاس معاها اواني شعيب بالنسبه للمحل ديالنا اللي كاين في المحمديه مقابل مع تيلي بوتيك عيشه بالنسبه للمحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي السوق النموذجي اللي حدا التيرمينيس ديال التراموي ركزوا معايا ركزوا معايا السوق النموذجي اللي حدا التيرمينيس ديال التراموي كاين تيرمينيس واحد ديال التراموي في البرنوصي كدوزوا على قهوه سفير قهوه سفير مقابل مع هذاك السوق النموذجي هذاك السوق النموذجي مقابلين مع واحد النقاشات المبادره الوطنيه دايره لهم واحد المبادره زوينه تما وعاطيهم تما لي كيوسك كينقشوا هذوك النقاشات كاملين اللي تما اللي قلتي ليها اواني شعيب غتقول لك غير دوري على اليسر غتلقاو المحل ديالنا في الشوكه ولا سولوا العيالات اللي كيصوبوا البغرير في السوق النموذجي نيت وتحيه للسلطات ديال البرنوصي على المبادرات الزوينه اللي داروا مع الناس ديال الفراسه وداك الشيء لان كاع الناس اللي كانوا عشوائيين في البغرير النقاشات الناس اللي كانوا كيفرشوا كلهم داروا لهم واحد الحل زوين وداروا لهم واحد الاسواق نموذجيه بمعايير اوروبيه زوينه كنعاود نجدد وكنقول تحيه للسلطات ديال حي البرنوصي وبالنسبه للمحل ديالنا اللي كاين في المدينه القديمه الا دخلتوا اللايف راه غتلقاونا داير اللايف وكنعتو لكم المحل او تواصلوا مع مهدي غادي نقول لكم شكرا بسلام عليكم قبل ما نقطع اللايف بغيت كلشي كليكي على بارطاجي من هنا بارطاج كلشي كلشي دير بارطاج وبارطاجيو ليا اللايف في الجروبات اللي عندكم بالطريقه هذه كلشي يدير بارطاج من هنا يلا غادي نقول لكم بسلام عليكم وفي امان الله موعدنا مع لايف واحد اخر شكرا فهاد اللحظات اللي غادي نقطع اللايف بغيت كلشي يكليكي على بارطاجي شكرا